بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا مرحبا بأحبابي طلاب الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. أهلا بكم وسهلا بعد انتهاء عطلة الربيع. أسأل الله أن تكونوا استمتعتم بها وارتحتم ولعبتم. نبدأ بسم الله كعادتنا في بداية كل باب بدرس التلاوة. درس التلاوة لهذا الباب يختص بآيات القسم الثاني من سورة الإنسان، وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نتدرب على تلاوة الآيات من الآية 19 إلى الآية 25. نبدأ متكلين على الله. نستمع أولا بإنصات إلى تلاوة الشيخ للآيات. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. والآن بعدما سمعنا الآيات نستمع إليها مرة أخرى ونردد مع الشيخ آية آية. واحرصوا يا أيها الأحباب أن تركزوا في الدائرة التي تحوي الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
نستمع إلى الآيات مرة أخرى ونرددها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ولدينا مشاركة من الطالب الرائع المتميز عبد العزيز اليافعي، فتفضل يا عبد العزيز بالتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملاكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضرا واستبرق وحلو أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرا وأصيلا. ومن الليل فسجد له سبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذا تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أحسنت يا عبد العزيز، بارك الله فيك ورضي الله عنك، تلاوتك رائعة. هكذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، نلقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، والوظيفة أن تتدربوا على تلاوة الآيات المقررة في هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.